نعمل كمان النهارده سلطه بنجر. البنجر ده حلو وبيغسل المعده وزي الفل، وحلو للعيال الصغيره قوي. ده البنجر، البنجر ما تسلقهوش مقطع ولا تجرحيه، لان لو جرحتيه هينزل كل اللون بتاعه وهيبقى وحش، مش هيبقى حلو. لازم تسلقيه بقشرته، وبعد ما تسلقيه تقشريه وتسيبيه بقى تقطعيه على الشكل اللي يريحك. ودي بطاطس هنقمرها بس ما تهرهاش، عشان دي هتخش تبقى سلطه. هنولع عليها دلوقتي، هندخل بس الصاج ده الفرن. ده ريحته حلوه من دلوقتي، امال لما يخش الفرن بقى هيستوي على الهادي، هيبقى جميل قوي. بسم الله. كنت لسه بتكلم وبقول لست الحباب اللي كانت بتكلمنا، كل يوم نعمل حاجة بسيطة وحاجة صغيرة، وكل ما نعمل حاجة صغيرة وتكون بسيطة حاجة على حاجة، هتلاقي نفسك عاملة حاجات كتير، والحاجة اتجمعت كده وبقت شكلها حلو. وبعدين خفف تشيل، ما تشيليش كله مرة واحدة، ما تروحيش السوق تفضلي كده تلمي ايش في 5 كيلو بطاطس و10 كيلو قوطة ومش عارفة، وتبقي ماشية الجرجري مش قادرة تشيلي. خفف تشيل. على رأي المثل يقول لك ايه، حلب العجول ولا مسكها، يعني اقعد امسك العجول احلبها وابقى قاعده راسيه كده وبعمل حاجه كده بالراحه، ولا اجري ورا العجول في الزريبه شمال ويمين يدوخوني ويقطعوا قلبي. يبقى حلب العجول ولا مسكها. البنجر هنقطعه بقى كده، ايه، عاوزه تقطعيه مكعبات، عاوزه تقطعيه شرايح زي ما تحبي. بطل حكاوي يا واد، انت جاي هنا تحكي ولا تصور غالي عشان حبايبها؟ صوتك طالع في الميكروفون في ودني، ده حبايبنا اللي في اخر الدنيا سامعينك. انت جبته لنفسك، انت تعديت من غاليه قاعد يا اخويا بتسامر وتحكي ولا بتتصور؟ ده انا والله بقى بهت عليهم بقى، يقولوا امثال ويطبخوا، واللي يروح يعجل لهم واللي يروح ينشر لها الغسيل، صلاه النبي عليهم يعني. اهو انت بقى اللي اتقال عليك صاحب بالين كداب بقى. ما يا بقى يا واد، يا تصور يا تسامر، انت حر. قول لي اسمك ايه يا واد، انت نسيت اسمك. ريمون. ريمون، استاذ احمد هات لنا ريمون بقى، عشان ايه كل حبايبنا بقى بتوع شبرا وكل اهو فرحان بنفسه. ماشي يا ريمون. هقول لك بقى مثل يا ريمون، بس ما تاخدوش على نفسه. بص بقى، حمار ملك ولا كحيلة شرك؟ يعني لما يكون عندك حمار ملكك وتسحبه في أي وقت تقضي بيه مشوارك، ولا بقى فرسة شرك ركبتها السعادة يجي شريكك يقول لك تاني بعد ساعة، لا معلش شرك إن أنت سنة واخدها ومش عارف رايح على الترع ولا رايح الغيط. لما يبقى عندك حمارة واحدة بتاعتك وتكون ملكك وتروح بها مطرح ما تحب، أحسن ما يبقى عندك فرسة طويلة عريضة وشرك مش عارف تتهنى بيها. انا بقول مثلا خلاص، انت مالكش علاقه بالموضوع ده. وبعدين ده البنجر يا واد شكله حلو، ولا اللحمه الضاني؟ يا استاذ ايمن صدقت، استاذ ايمن منصف بيقول لي اللي ما قدرش ياكل كبده ياكل من البنجر ده. ده بجد ده كله فايده وحلوه قوي. اسكت يا اخويا، كيلو كبده بقى ب 120 جنيه، البنجر هتلاقيها الواحده بجنيه. انا من ساعه ما جيت البرنامج ده كل يوم بتعلم، اتعلم من الناس الكلام الحلو، واتعلم ازاي ارد، واتعلم ازاي اتكلم، واتعلم ازاي اقف. اتعلمت من الناس كل حاجه حلوه،
وتعلمتي لما ما الاقيش حاجه اسال زي استاذ عصمت كده لما كان قاعد معايا وشفشق الخلاط ده الغطا ضاع مني، بتقول له دور يا استاذ عصمت شفته راح شمال راح يمين. لما يكون ضايع منك حاجه ولا مش عارفه حاجه مش عيب ما تساليش، اسالي، السؤال محرمش، اسالي واعرفي وعيشي. هنفضل طول عمرنا نتعلم، حتى لو بقى عندنا 100 سنه هنفضل برضه نتعلم من بعض. ناخد بقى صور حبايبنا الأطفال. يا جانا جميلة، جودي ما شاء الله عليك يا جودي. جورية اسمك حلو وقاعدة على البحر ما شاء الله عليك. يا حمزة الله أكبر. ايه يا اختي ميكي ماوس حطاه فوق راسك، جميلة يا ريتاج ما شاء الله الله اكبر. ريم وكريم وحنين، يا زيزو يا قمر، سلمان تحيه يا عم سلمان، سيف ما شاء الله عليك زي القمر، عبد الله وسلسبيل قاعدين في الكوشه. اه يا عم علي يا اغلى الاسامي يا علي. عمر واسماعيل ما شاء الله عليكم، الله عليك يا عموره يا جميل. فاطمه وعمر ونوره الثلاثي المرح بقى. فيصل ما شاء الله عليك يا فيصل، جميله يا لوجي الله اكبر. مهتاب وزياد وباهي ربنا يخلي يا رب يا رب خلي. الله عليك يا عم محمد ايه الحلاوه دي. اي عم محمود طاير في السماء ما شاء الله عليكم. يبقى ادي البنجر هتقطعيه زي ما تحبي، ودول احنا قطعناهم شرايح عشان نحطهم في الجنب. تسلقيه وما تهريهوش وتقطعيه بالراحه بيبقى زي الفل. وبعدين لما تاكليه للعيال ما تخافيش منه، ده بيقوي العيال ويخلي العيال زي الفل. وبعدين لو لقيت العيل كده لما مؤاخذه يعني البول بتاعه متغير ولا حاجه ما تقلقيش، ده بينزل على المعده ينظفها ويطهرها ويخليها بتبرق كده زي الحلل بتاعت غاليه. دي سلطه البطاطس بالبنجر. هتبقي سلقه البنجر والبطاطس تاخديها فوره بس ما تهريهاش، تبقى جامده برضو عشان وانت بتقلبيها ما تتهريش منك، خليها كده حلوه عشان دي سلطه. وهتخرطي لها شويه بقدونس زي دول، هتحطي لها بس ايه شويه زيت. معلش يا اخويا لا مؤاخذه خمسه بس كده وراجعه لك. عشان بس كده احضر لك ايه، يا رب بس اكلنا كده يعجبك مش هيجي زي اكلكم طبعا. انتوا يعني ده كفايه عندكم السمك الشبار وكل حاجه عندكم حلوه. كل حاجه عندكم حلوه. ده كمون وادي شويه ملح. حابه تحطي فص ثوم مدقوق معاها ماشي، مش حابه براحتك. لو مش عاوزاها بثوم براحتك. بس كده هنقلبها ونصبها في الطبق وعليها البقدونس وتبقى سلطه بالف هنا وشفا للي ياكل ومش هدي رمون منها ولا حته. شوفوا بقى البنجر لما يخرط على البطاطس، البنجر احمر والبطاطس يا سلام. تعرف الالوان بقى لما تاكل كده خمس الوان في اليوم تفضل تغني طول عمرك من غير ما تنسى ولا كلمه. تعرف بقى انت عارف بقى النهارده انا جايباكوا بقى